أعزائي المشاهدين والمستمعين، نمسي عليكم بالخير، بليلة خير، الله يجعل كل أيامكم خير إن شاء الله. نحييكم في برنامج زجل، ونرحب بكم أينما كنتم بالمشاهدة أو بالسمع من تلفزيون الفجر الجديد والفجر أف أم وجميع شركائنا في البث. نحييكم أينما تكونوا، وأهلا وسهلا بكم. حضورنا الطيب الموجودين معنا نحييهم ونمسي عليهم بالخير بليلة طرب والتراث فلسطيني 100%. ضيفنا ليس بضيف، ولكن مقدمته دائما أن تقول ضيفنا الليلة، ولكن بدي أعدي هاي الكلمة وأقول الليلة اللي معنا زميلنا ومحب ومتابع وملبي الطلب دائما، فنان قدير ومحبوب للجميع، وهذا شيء نلتمسه في الأعراس وبالحفلات وفي الشارع وبكل شيء، فناننا المحبوب أحمد كيلاني، أهلا وسهلا فيك. أولا الله يمسيك بالخير ومسي كل الحضور وكل المشاهدين والمستمعين وين ما كانوا، وبدي أقول كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة السنة الجديدة. طبعا هي مش عيد، مشان ما ينفهم الأمور، يعني تفهم الأمور صح. عيد، عيدنا عيد الفطر، عيدنا عيد الأضحى، أما هاي سنة جديدة بنقولكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سنة خير على كل المسلمين وعلى كل العالم، إن شاء الله تكون سنة خير إن شاء الله. بالنسبة إلي أنا بقول أنا بعد حالي إذا بتقبلوني يعني واحد من أسرة تلفزيون الفجر، يشرفنا هذا الشيء، أوجه تحية كبيرة لتلفزيون الفجر اللي في كل سنة بدعونا وباللب الطلب أكيد طبعاً. تحية كل الطواقم، كل الشباب بتلفزيون الفجر، إدارة وتصوير ومقدمين، أخوي أبو النور، كل الحبايب، يسعد مساكم جميعهم. الله يسعدك. كمان بنرحب بالفنان الأصيل أسامة الكيلاني، أهلا وسهلا بيك، حياك الله. والعازف الأصيل الماسترو المبدع حبيبنا الغالي فوزي السيد، أهلا وسهلا بيك، نرحب بيك جميعا وأهلا وسهلا بيكم. قبل ما نبدأ في البث، أول إشي واجبنا نحيي شركائنا دائما في البث والاستقبال معنا في حلقاتنا. أولا نحيي فضائية النجاح، رايا أف أم، حياة أف أم، راديو بيت لحم 2000، صفحة رام الله ميكس، صفحة مدينة نابلس، صفحة مدينة تركرم، صفحة بحبك يا عتيل، صفحة بحبك يا، صفحة إذاعة عنبتة، صفحة كرمول، تسجيلات الغزلين، تسجيلات حرز الله، تسجيلات ماستر كاسيت، تسجيلات الهيبة، تسجيلات الزعيم، تسجيلات الأمير، تسجيلات الزعيم، تسجيلات روزانا، وتسجيلات روتانا، تسجيلات مزمار، مخيم تولكرم ميكس، تولكرم الأخبارية، آخر أحداث قفين، وسما قوم كل الكمبيوتر، وكل احترام لإلهم دائما معنا على البث. نحييهم ونحيي الحضور كمان مرة، وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله بتكون نهاية السنة سعيدة وبداية السنة جديدة وسعيدة، وأهلا وسهلا فيكم. كمان مرة بنرحب بأخونا أبو محمد أحمد كيلاني، ونبدأ بالغناء والعتابة والطرب، لأنه أحمد كيلاني غني عن التعريف، غني عن التقديم، فهو ابن أسرة الفجر الجديد، لأنه هذا شيء دائما به موجود يلبي الطلب، لأنه عنده انتماء لفنه ولوطنه ولمحبينه ولكل متابعينه، له كل احترام، وبنقول له وسهلا كمان مرة أحمد كيلاني أبو محمد، حياك الله. أنا مشان إن شاء الله طبعا الله يقدرنا ونسعد الحضور والمشاهدين إن شاء الله، فرح نقدم يعني كل ما بسعدهم أو كل ما نستطيع لإسعاد إخواننا وحبايبنا السهرانين، رح نقدم مجموعة من الأغاني الطربية والأغاني التراثية، شو بنبسطوا شو بدهم، ورح نلبي الطلبات أكيد. ورح نغني كل الألوان سواء عربية أو فلسطينية، فكل تحية وإن شاء الله نبدأ سهرانين طربية وشعبية وتحية. اسمح لي أرحب كمان فرقة الدبكة، فرقة بلدنا كمان معنا موجودين الليلة، بنرحب بهم ونقول لهم أهلا وسهلا، وإن شاء الله بيكونوا معنا بالسحجة والدبجة، وأهلا وسهلا فيكم، وراح نسمع الطرب والغناء الفلسطيني والتراثي والطربي، وأهلا وسهلا بكم. تفضل نسمع أخي أبو محمد، يلا حياكم الله. We'll be right back.
دوبنا كويسة بنقدم أحلى فرحة مع عملة ميسة طول شوية عالصحبة الحلوة دي يا طول شوية عالصحبة الحلوة دي ده الغالي علينا 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 والعمر هيتنسى حلوين من يومنا والله والله لبنا كويسة حلوين من يومنا والله ولبنا كويسة بنقدم أحلى أخبار ويلي 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 ويلي
لك والله مفوتك لو قص عينيك بس طول بالك وحياتك وحياتي دموعي مرضى بدالك مفوتك لو قص عينيك بس طول بالك لا تهدي يا دمعة عيني لا تخفي يا جفون أهلي لا أهلي ما يردون ويلي 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 لو يدرون ويلي لو يدرون يا ويلي لو يدرون لو يدرون بالجنة بالواك لكن أهلي ما يردون عيني ويلي لو سوى سوى هالقلب سوى هالقلب يا حلوي مع عيناي لك سوى هالقلب يا حلوي مع عيناي لك حرام لك حرام لك حرام يضل عفرائك مع عيناي قلب حيران قلب حيران حيران يتنهد مع الناي لك يشكي وحمه طول الغياب طبعا جو الحلو جو الحفله حلو بلا شك ليه حلو لانكم موجودين فيها الحفله اكيد حلوه فخلنا نحن وحبايبنا كنا نعمل احلى جو وتكون احلى سهره ان شاء الله وليله مميزه وكل مميزه بوجود الحضور وبنت الحضور اللي شارك فيها تحية كل الموجودين من وين محلوا علينا طبعا كل التحية لكل الحضور يسعد مساكم جميعا كمان بوجه لمشاهدينا ولمستمعينا ولكل الطواقم اللي بيشاركوا التسجيلات ومحطات فضائية مع تلفزيون الفجر إن شاء الله بدنا نسمع زقفة ونشوف إذن بالعالي 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 فوزي ارفع بالعالي Oh, 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 oh.
حبيبي ابو النور. الله يسعد مساك الجميع. احنا ان شاء الله هاي يعني بدايه الاكشن يعني، واللي جاي كثير من طرب من سمع من غناء. هاي لسه تجهيز للبدايه، لسه مش بادئين. تفضل محمد. تفضل. احمد كيلان ابو محمد، نرفع التكليف لانك انت ابن بلد وشعبي وتراثي ومحب للناس وناس محبين لك. انت العشيق بدل عنيتك الطيبه، ادائك الرائع، تفاعلك مع الناس، مجاملتك للناس بكل شيء، مش فقط في الاعراس ولا فقط انت فنان مغني في الاعراس او مطرب عفوا، تجامل الناس في كل شيء، وهذا يدل على انتمائك الصادق. وسر نجاحك بهذا الشيء موجود. يعني انا يعني يسالوني بعض الناس يعني الفنان الفلسطيني او الفنان كل ما كبر ممكن كل شيء من الاداء الصوتي او يعني لمعانه الفني. نلك احمد كيلاني كل سنه يزيد عما سبق، اللهم لا حسد طبعا طبعا هاي محبه، يزيد عما سبق من السنين السابقه في الابداع في الاداء في الغناء بكل الوان الغناء. ممكن تفهم الناس اللي بيسالون السؤال؟ طيب لما انا بحلف لك والله انه محبه الناس هي دافع انك تعطي دائما. احسن، نعم صحيح. فانا اول بدي اقول الفضل لله والفضل للناس اللي بيسمعونا، لان كل ما يكون لك محبين اكثر فانت بتعطي اكثر. صحيح. فالسبب دائما الناس. نعم. مش يعني مش من باب التواضع بس، لانها الحقيقه هاي الناس هم اللي بيصنعوا الفنان، وهي حقيقه. وهي حقيقة. الحقيقه. نعم. احمد كيلاني كل سنه يلمع عما سبق من السنة الماضية في الأداء في المحبة في حب الناس له أينما كانوا بكل فلسطين، ولا يمكن خارج فلسطين فهو مستعد، لكن يرضو بوفي ويكدي للناس ويؤدي للناس اللي في فلسطين في الوطن كل احترام، وهذا الشيء نفتخر به لأنه إنسان متواضع حقيقة، وكل إنسان جرب وبيعرفه متواضع، متواصل مع الناس، متواصل مع الحبايب في غناء وفنه وفي اجتماعياته. كل احترام. بدنا نسمع. يلا بدنا نشارك الشباب، نطلع مع الشباب حبايبنا اللي برا كمان، احنا الليله معاهم طبعا. نعم اكيد نشارك معهم، يشاركونا كمان. مي جنا ويا مي جنا يسعد مساكم يا حبايب قلبنا، يسعد ما مساكم يا يا حادي قوم اسرج هلك حيلي ليم الصدود هلك حيلي. عسى عسى يا رسولي هلك حيلي جيب لي اخبار وانت كل طلاب. يسعد مساكم يا حبايب قلبنا، يسعد ما مساكم يا حبايب قلبنا، ويسعد ما مساكم نسيكم بالخير الجميع. ملك الكوافرية كله بهون، أبو يويا. والله حي أبو يويا مقطع. معلوم معلوم الله.
هلا هلا حبايبنا جميعنا. الله يسعد مساك الجميع حبايبنا. قال معروفك علي مرة تمني، إيه معروفك علي مرة تمي، سقيني من رطابك مر تمي يا تمي. يا فخور يا فخور أبو جاهر. لك قالت حان قالت حان موعد مر تمي، إذا بتشوف أوقف ورا الباب. لك حلوة حلوة العتبة لحبايب قلبنا، وحلوة العتبة إلى حبايب قلبي، حلوة العتبة إلى حبايب قلبي. الفنان الصاعد القاعد الواقف خالد المصري، احلى تحيه له وقطع. حبيبي انو حبيبي يا خالد. شباب الفندقوميه وشباب جنين، شباب طول كرم، كل شباب طول كرم من وين محلوا علينا، كل الشباب اهلا وسهلا بيهم، يسعد مساكم الجميع. أنا بقول أخويا بالنور شو بدهم الشباب، إحنا بدنا نلبي الطلب. شو بدكم؟ ارفع شو نسمع؟ يلا الجميع يشارك كف واحدة. اسمع الرواد. بتحب ارفع؟ ارفع 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 ارفع. وقف وقف عمي، وقف يا ابو وقف قاعدينها. يلا شوف يلا ها ولا عاد حلينا. بس الليله بس الليله حلينا حلينا، بس الليله بس الليله حلينا. شوف يا كلان شوف يا كلان شوف الليله شوف ها ارفع. وهالتعليلة شو جميلة شو جميلة، هالتعليلة هالتعليلة شو جميلة شو جميلة هالتعليلة. نور شمس ومخيم طول كرم، مخيم طول كرم بالأول كل عين الراس الجميع. وقوم ودحي يلا دحي عالدحية يلا نصحي، قوم ودحي يلا دحي عالدحية يلا نصحي. وينك وينك قل لي وينك، عيني بتسأل بدها عينك. وينك وينك قل لي وينك، عيني بتسأل بدها عينك. قولوا أول ما نبدأ بذكر الله، خلي الحبايب تتجلى، لا تنسى لا ذكر المولى، ربك عنك ما يتخلى. يلا ها 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 الحق ولا كيرك ولا كيرك كيرك. حييلي لاد الغصون نور شمس جوا العيون، غني على ابن الحسون هلا والله ويا هلا يا العسل كله. وين يا عبد وين لقارا
جد هاي الليل يا عنا عيد لا اسى الاحلى قصيد حييلي العالم كله جميع. ان شاء الله تكونوا مبسوطين شباب. انا بالنسبه لي برؤياكم مبسوط جدا، وبقول خلي الحفله على البساطه هيك وليله حلوه ان شاء الله. وجود كل حبايبنا يسعد مساكم جميعا. ان رجع عند الشباب حبايبنا. كل احترام لفناننا ومحبوبنا محبوب الجماهير أحمد كيلاني وأسامة الكيلاني طبعاً. يعني ما شاء الله مكملين بعض، والله يديم المحبة والتوفيق دائماً محبة بينكم مع هالعازف الرائع المحبوب في بسماته وأداءه الرائع وألامله الذهبية فوز السيد. كل احترام له كمان أخويا أبو محمد، واحترام للجمهور اللي محبته واضحة في المشاركة في مشاركتنا طبعاً. وكل احترام لكم جميعاً في كل القرى والمخيمات والمدن، بنحييكم جميعا اينما تكونوا بال 48. لكم كل احترام كمان، ولكم كل المحبه، وكل اللي متابعنا بالتسجيلات والفضائيات والاذاعات لكم كل احترام. وان شاء الله كمان اقول لكم ليلتنا ليله زجل وبرنامج زجل، واجا بليله
سعيد إن شاء الله بتكون، بس أنا مع سنة سعيدة قادمة إن شاء الله، سنة خير للجميع. الله يسعد كل أيامكم، والله يهدي بال الشعب الفلسطيني. أبو محمد الله يهدي بال الشعب الفلسطيني. آمين يا رب. إحنا هالشعب ناقصنا هدات بال، شوية اطمئنان. شعبنا محب لكل شيء، شعبنا محبته وطيبته سابق كل شيء فيه هذا الشعب، وهذا سمتها الشعب، هاي جيناته للشعب الفلسطيني، محبته للناس أينما يكون يبدع. شعب طيب وشعب بحب الحياة، وبنفس الوقت شعب قوي، وأنا بقول بدنا نفرح. شعب جبار. بدنا نفرح إن شاء الله، بدنا نفرح إن شاء الله، الفرح بعم على كل الناس. قولوا يا رب آمين، وهالسنة الجديدة تكون إن شاء الله سنة خير على كل الناس، الفقير الله يعطيه، والغني الله يعطيه، والناس كلها الله يعطيها يا رب. نعم صحيح، رغم كل يعني الذي نعيشه، ولكن شعب جبار، شعب قوي، يستمر ويستمر ويعطي. إن شعبنا معطاء، وإن شاء الله بتضل معطائين، وأنت بتضل معطاء. يدوم الصحة والعافية عليك. يعطيك حبيبي والنور. والأداء الصوتي. جوز في ناس بيعرفوش إنك ابن عمي. طبعاً يا أخوان، يعني كيلاني وكتاني ولاد العم، نحن كآل كتاني من آل كيلاني. حبيبي. وهذا يشرفنا طبعاً، لأنه آل كيلاني يعني أينما تكون موجودين في الوطن وخارج الوطن، وآل كيلاني والجيلاني والكتاني أخوي ولاد عام وحبايبنا، وكلنا أخو محبة. هذه المحبة كمان مرة أبو محمد بالأعراس والمناسبات السعيدة دائماً لك حضور فيها. السؤال الذي يعني يطرحه الجميع من قبل الناس ومن قبلنا، يعني شو الشيء المسيطر في أعراسنا اليوم؟ ممكن هذا يعني أعيده لكل فنان عفواً، أو كل ضيف، أنت مش ضيف، شو الشيء المسيطر وليش؟ الشيء المسيطر هو الشيء اللي بتقدمه حلو، يعني الناس تسمع كل شيء حلو. هسا واحد يجي كل الأغنية الطربية مسيطرة، أو الدحية مسيطرة، أو الدبكة مسيطرة، بقول له لا، لأنه هاي رأي الناس، شو بتقدم لهم؟ إشي حلو وبأداء حلو وبطريقة حلوة بسمعه. وعندنا شعب ذويق والله بسمعه كل إشي. أنت ذويقه حلو حبيبي. طب إحنا معنا فرقة الدبكة الليلة، فرقة بلدنا، بدنا نشاركهم وشاركونا. أعطيني ملاديك. إيش؟ لك الخط مفتوح. أنا بقول خلينا يعني نغني هيك أغاني عن الحب، عن السهر، عن شو بدهم الشباب. طبعا كلنا كلنا حب احنا، والدبكة ان شاء الله. يلا نسمع رضي المحبة بيننا. المحب يحب يغني عن الحب، حب الشيء. قول المحب يحب يغني عن الحب. طبعا صار الحب ما يعني بكل ما تعني الكلمة. الحب يعني مش بس حب الأرض، لا، وحب الصبايا وحب الناس. كل طبعاً أكيد أهم شيء هاي. فارقت حبي، من يوم الفارقت حبي عليه مندال، اريد اوصل له على الدرب مندال. من يوم الفارقت حبي عليه مندال، اريد اوصل له على الدرب مندال. محل اللي يشربك، محل اللي يشربك يا بن من دال، محل اللي يشربك يا بن من دال. من يوم ما فارقت عيون الاحباب عيني، من يوم انا، من يوم، من يوم الفارقت عيون الاحباب. تعبنا من الحب تعبنا، حبيب القلب عذبنا. تعبنا من الحب تعبنا، حبيب القلب، حبيب القلب عذبنا.
يلا كنا سوا. سوا ويلكف ويلكف ويلكف. تعبنا من الحب تعبنا حبيب القلب عذبنا تعبنا من الحب تعبنا حبيب القلب عذبنا تعذبنا وقلبي مهموم يا خايف تعذبنا وقلبي مهموم يا خاين يجي لك يوم اللي بيخونك لا تخونا نزل دمعة عيونا وقف يا عمي اسمع صوتي والآهات من غدرهم قلبي مات اسمع صوتي والآهات من غدرهم قلبي مات سلامة قلبك حضرة مصري يا ابو ضياء قلبي عليهم محروق وصل سلامي يا شو قلبي عليهم محروق يا ابو اسكندر حبيب البيت ابو تريكا اسكت ودموعي بعيوني علي راح وباعوني يا ويلي مصعب الفراقي على قلوب العشاقي ارفع جاي ارفع انا معكم يلا ارفع 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 اذبح ارفع ارفع يا عسى كريم كريم ها يا ويلي مصعب الفراقه على قلوب العشاق يا ويلي مصعب الفراقه على قلوب العشاق العب يا نور يا نور على فراق الحبايب يا قلبي من الفرقة دايب على فراق الحبايب
لولو جمال شمسكم ما تغيبي يلي قطعته نصيبي جمال شمسكم ما تغيبي يلي قطعته نصيبي وين أصحاب الفرقة خلت كيف مشاركة في الهول وين كيف وين صو ها عشباب
تدق ايديها اروح واسال عليها علي كل ما اشتاق كل احترام كل احترام لكل الجميع واحترامنا لمحبوبنا الغالي محبوب العرب محبوب الجماهير أينما يكون يحبه الناس إحساسه الصادق مع الناس مش فقط يعني بالأعراس مهنية ولكن فعلا إنه بيكون بكل محبة بحس أصحاب العروس إنه الفرح فرح إله وهذا شيء لازم يكون دائما بكل فنان فلسطيني إنه يعبر عن محبته للناس في أعراسهم وليس فقط إنه يكون في إنه مجال مهني أو مجال إنه هذا بدي أغني العروس الليلة وروح لا هو بتعبيره الصادق مع الناس بديم المحبة إله بتزيد وأهلا وسهلا فيك يا مرة محمد أهلا بيك الله يعطيك رب العالمين دائما الصحة والعافية أنا بأكد على حكيك إنه الإحساس هو اللي بوصل دائماً الأغنية أو أي شيء حتى لو بطوشة إحساسك إذا تعمل مشكلة الإحساس بوصل نعم دائماً. صحيح صحيح وبالكلمة الحلوة دائماً الإحساس بالأغنية دائماً الإحساس مزبوط بأخذ الصدارة دائماً الإحساس مع الأداء طب أنت مش دافع على الفجر أنت من أسرة الفجر شو بنسمع منك كلمة حلوة للفجر وطاقم الفجر تزور الفجر طبعا بدي اوجه لهم كل التحيات لإدارة ولكل طاقم الفجر الله يسعدك لانه بصراحه زي ما حكيت وتفضلت انت انهم هذول بالنسبه لي انا اسره الله يسعدك اسره يعني اذا بيقبلونا طبعا الشباب والحبايب لا شيء بشرفنا فانا بفتخر وبتشرف دائما بكل دعوه وبكل رساله بودوا لي اياها الفجر فانا بودي لهم كل التحيات الكبيره 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 لانه مثل ما انت حكيت برضه هم بيشتغلوا صادقين بإحساسهم فبوصلوا الصورة دائما صح للناس فكل التحية لتلفزيون الفجر كل التحية لتلفزيون الفجر كل التحية لتلفزيون الفجر وكل التحية لك كمان أسامة الكيلاني فنان محبوب بزيد محبة الناس لإلك برضو وجود أسامة أول ديم هل يعني بالنسبة إلي أسامة يعني مش هو صاحبه أحمد هو أحمد هو احمد يعني اسامه بالنسبه لي هو أحمد. الله يسعدك ما فيش غنى عنه لانه كمان اسامه بسمته سابقه الكلمه عنده بسمته سابقه كلمته وسابقه احساسه في الاغناء نعم صحيح هو دائما بشوش طبعا شو يعني ما شاء الله سبحان الله كل شيء بيضحك يعني عيونه ما شاء الله يعني بسماته الحلوه يسلم الله يسعدك وهذا حقيقه طبعا يعني انا حقيقه بشوفه بيك في كل شيء في كل مواقف عندك يعني كل إنسان فينا عنده هموم بهذا المجتمع ولكن هي محبتنا للناس بس بكفي بكفي محبة رب العالمين محبة الناس تدوم والله ديم الصحة والعافية على الوالد دائما له كل احترام وللأسرة الكريمة جميعا وكمان بوجه تحية باسمكم للفرقة الموسيقية عامة أنا بشكرك طبعا بوجه لهم كل التحية فرقتي الموسيقية ولوالدي الغالي اول والدي الغالي ولزوجتي ولاولادي الله يسعدكم وان شاء الله كل عام وهم بخير والجميع بخير ان شاء آمين الله امين موجه تحيه كمان لحبيبنا ابو ضياء رائد المصري يعني له تحيه ابو ضياء زي اسامه برضو بستغنيش عنه انا بالنسبه لي يعني جزء هام في حياتي اخو إنا كلنا طبعا اخونا كل جميع الله يسعده رائد المصري رائد الكيلاني احلى رائد كيلاني مصري نعم نعم رائد الكيلاني احنا بنحيي جميعا وبنحيي وقاص المصري كمان كلهم حبايبنا والله يسعدكم في احلى مطعم وقفي شوب السرايا ادارته وكل العاملين فيه ما شاء الله برحبوا فيكم وراح تلقوا في هذا المطعم الكعلات الرائعه والمحبه والاسعار بيد الجميع هاي مش دعايه حقيقه واللي موجودين وجربوا بجربوا هالشيء حقيقه وحقيقة هاي لأنه إدارته طيبة ورائعة كل احترام اسمح لي أحيي الشباب اسمح لي بسمح لي أحلى شعلة أحلى شباب أبو شعلة والله كل احترام لك يعني أشكرك يعني أنا برضو بحيي أبو شعلة يعني أبو شعلة ما شاء الله ثاني يعني جدا بحبك
ولا يمكن يسمح لنا نكون. بس بحب الأكل أكثر منه بصراحة. أيوة أيوة وبحبنا بصراحة. بحبنا بس بحب الأكل أكثر منه. لا شيء طبيعي هذا ما في يعني ما حدا لا اختلاف بذلك. أبو شعلة يعني هو شيخ معلم بيعمل سندويشي بأكل ثنتين ما شاء الله. لا يعني رب حاذكوا من استراي من وراه. الصبح شفته أنا جيت عليه الصبح اليوم بس وصلت قال الحمد لله. طيب الله يسعدكم. وهاي دائما بتكون المحبة. وشو أسأل الجمهور لأنت تعطي الجمهور شو بدهم شو بدهم. أنا بدي أسأل الجمهور بدي أسأل الجمهور شو يسمعنا الكيلاني. بدي أسمع محاورة بدها شاعر زجال يعني لما يكون أحاور. أحمد كيلاني فنان ومغني ومطرب فلسطيني. الحوار دائما بيكون إذا بيكون كبالي زجال أو شاعر. طبعا هو بس بيقدرش يحاورني بالحوار. بدي أسأل الجمهور شو حابين يسمعوا أحمد كيلاني. أرغبتكم أرغبتكم مش سامع يعني ما حدا كان لشيء. أطلع أجي عند الشباب. سمرة سمرة بدهم على السمرة. مال السمرة والشقرة يلا وشاركونا الجميع. السمرة والشقرة الشقرة عفوا. يا ليل يا سلام الله الله. بتبرد شعراتك كمان بعدها. والبطل تحب السمر هن سبب بلواي يا وردي. بطل تحب السمر انا بطلت انا بعشقها. انا بطلت احب السمر هن سبب بلواي يا حرام. منهن جرعت الصبر وصوبت بحشاي يا وردي. بطلت احب السمر هن سبب بلواي منهن جرعت الصبر وصوبت بحشاي. عيني جربت احب الشكر انا جربت احب الشكر واتنعم بدنياي طلع عقارب صفر سمن جميع اعضاي. يا ويلي يا ويلي يا وردي. هي والله يا وردي. انا للبيض للبيض رحت اشتكي للبيض رحت اشتكي زادا علي بلواي. قضيت كل العمر تلفان رايح جاي يا حرام. يا والله يا حرام. يعلى على الصبر الصبر والشكر الصبر هن دوا لكل علي. يا سمرة حلوه يا سمرة وجودك حليت السمرة. يا سمرة حلوه يا سمرة بقلبي حطيت جمرة. هو هو شجرة حلوة يا شجرة بقلبي حطيت جمرة. هو 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 هو. هيا عليها جلاب عم جو أبو نازل. يا سمرة واحكي أوصافي جننتي كل الشكر والصبر. وين الشكر والصبر وين بقلبي. يا سمرة ولا على بال جننت العالم بجمال انت بتميلي بالسمرة بخفة دمك ودلالي.
سمرة شكرا لولو يا سمرة حلوة يا سمرة بقلبي عطلت جمرة يا سمرة حلوة يا سمرة وجودي عليت السمرة انما الواشي عنك من متلي ولو غير اسمك غير اسمك تراني ماني متلي الله ابتلى ايوب ابتلى ايوب بلوي من مثلي وعمي يعقوب شم الضبطة وقاص بده أول تلتش عراقي وقاص وين طلب وقاص وين وقاص صباح لا يعني وين وقاص أبو اسكندر بده أغنية من إله مهدية رد شعراتك آه على أساس إنه في شعر لا وضعه بسمح وضعه بسمح هو طلبه هو إلكم رد شعراتك نتاج الحلوة إيش ناسيها وانا عزية بعد هالأغنية رتاج رح تكون معانا أكيد رد شعراتك خلي شعراتك بدي اسمع بدي اسمع بحب يشاركونا صارت احلى غنوا معنا بعرف اصواتكم احلى من اصواتنا بس مستحيين شوي اه ردي شعراتك خلي شعراتك ردي 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 شعراتك ردي عراتك خلي شعراتك لراسي ما خدا رد على الموضة مصات شبابك تعمل لحموضة ردي شعراتك رد على الموضة مصات شبابك تعمل لحموضة رد ردي شعراتك رد عراتك خلي شعراتك لراسي بخاتك الله 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 اسمع 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 بوز بوز اسمع اعطي شوي لعبود اعطي شوي عزية عزية وقاصة بدهم يعطوني للي ما ريدو لا الله يقبل ولا عبيدو بدهم يعطوني للي ما ريدو لا الله يقبل ولا عبيد ردي ردي شعراتك رد على رد خلي شعراتك لا سبب صاير حبيبي يا قلبي الله يعينه تسرح وتغيب وتغبي وتحكي عينا صاير حبيبي يا قلبي الله يعينه تسرح وتغيب وتخبي تحكي عنك حكاية شو مسوي بالصبايا تحكي عنك حكاية شو مسوي بالصبايا يا قلبي منك لالله امرك عجيب صاير حبيبي يا قلبي
بينك تسرح وتغيب وتخبي وتحكي علينا يا معاشر يا العاشر يا ويلي عاشو عاشو فوزي يا فوزي يسعدو الرتاج الحلوة وين الرتاج وين الرتاج الرتاج وينها وينها أيوة وينها جميلة الرتاج وينها هذا الرتاج رتاج الحلوة عقبال ال 120 يا رتاج حيوها حيوها تحية كبيرة حيوها حيوها عيد ميلادها اليوم نيالة عيد ميلاد اليوم نيالو Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to رتاج Happy birthday to you سنة حلوة يا رتاج سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل الله يسعدها يا رب رب بعز أهليها أبوها وأمها إن شاء الله كل حبايبها وين أبو رتاج خليه كيف كيف أكثر منها بعيد ميلادها أعيدها في جاتو لكل الشباب لكل الحبايب بطلعها رتاج بطلعها يلا يسعدها الأمورة يا رتاج نركز Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you سنة حلوة يا جميل شاب حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل لا 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 مشان تطعم الجميع منها ضبط حالك شقفه 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 نعم نقطه نقطه يلا حبايبي يلا بدنا نغني موال يسعدهم قولوا لها انني ما زلت اهواها وبعد الموال ان شاء الله راح نستقبل في معانا فرقه الدبكي راح يشاركونا بلدنا فرقه مرتبه كل جزيل حبايبنا حبايبنا يلا نسمع هالموال معلم عين نابلس حبايبنا على راسي اهلا وسهلا بيهم ولا يهمك احلى لولو حبيب قلبي قالوا له اقعدي خلص بنت رائد ماخذ راحتها على الاخر الله 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 احساس احساس قولوا لها أنني ما زلت أهواها
مهما يطول النوى لا 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 أنسى ذكراه قولوا لها أنني ما زلت أهواها مهما يطول النوى لا 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 أنسى ذكراها هي الأماني هي الأماني من الدنيا هي أملي هي السعادة ما أشهى وأحلاها وهي التي قد علمتني كيف أعشقها وهي التي قد سقتني من شهد رياها روح من الله روح من الله سواها لنا بشرا كساها حسنا جملها وحلاها فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني في هواها أعبد الله أنا في سبيل الله أنا في سبيل الله ما صنع الهوى بليت بداء ليس يشفيه الدواء رماني رماني غزال أهيف بجماله فجارت سهام القتل من جانب الدواء فرحت لقاضي العشق فرحت لقاضي العشق أحكي له قصتي ليحكم بيني وبين أحبابي بالسوى فأجابني فأجابني قاضي العشق وقال لي يا فتى كم من قتيل مات قبلك في الهوى أنا قاتل العشق والعشق قاتل ولو لا قاتل الهوى شمال مصطفى رحمتك يا رب فأجابني الله قاضي العشق وقال لي يا فتى كم من قتيل مات قبلك في الهوى أنا قاضي العشق والعشق قاتل وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى فرقة بلدنا نعم أبو النور نعم جاهزين حبايبنا جاهزين يلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ليلة حنا يا وردي الله يا فوز يا سيد يسعدوا الغالي يسعدوا الله أكبر ليلة حناها يا نجوم السما سمعت بكاها الله أكبر ليلة حناها يا نجوم السما سمعت بكاها أنا بشباب الدير لعيون الحلوة تحلى لفنونها
فرقة بلدنا المرتبين أحلى شباب نور شمس كلهم فردا فردا يعني نفرا نفرا يعني شخصا شخصا يعني واحدا واحدا الله يحييهم أحلى أسامة وشباب الدير كلهم حبايبنا وهلا بمخيم طول كرم كلهم أنا خوالي أسامة الدير أحلى شباب حبيب أنس مش عادي الغالي وينه عيش عيش ابو الشعبان سهرتنا حلوه الليل للصباح
حي الحبايب يا صار ديارينا. حيوا الشباب حقكم عاشوا عاش عاش عاش. ارفع هلا 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 في البرابرة حيهم. احلى مقص الملح يا مقص الملح بحييك يسعدنا يا ليك الله. وسع توسع وسع 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 توسع. احلى شباب حبيبكم الدلال ابو دهود الدلال الامة احلى خمرة الحب شعراته هوب. انا رزق حبلي حبيبي حي حبلي احلى ابو ايهم واحلى بها الشباب حبلي عاشو هلا. ملك الكوثري الحلاقين كلهم ابو يويا يويا وين جمال المعلم هون قربت قربت حبيبنا حامد الحماد شباب كبر الزبان حماد النرداوي وقطع كل الشباب تحيهم الله يحييهم. حضور كلالي يحيي الشعري واحمد ابو شناب والدود الحمد لله احلى تحيه الله يحييه واحلى بلوني يا شمالية يا شمالية من شان النبي تردي علي الك ردي عليه ردي عليه خالد المصري ردي علي وقطع له خالد احلى بط يا زلمه احلى فنان يا شمالية يا شمالية خالد المصري ودي تحية الكتاني وين الكتاني وين الكتاني وين وقص الغالي ودي جورية لابوطية الغالي دلعونة انا بنور شمس حبايبنا ها تعال جنبك ابي انت في جهه بوز يا سيد يا ماسترو يسلم ايديك يا غالي العب عبي يا ابو عبي ارفع حيهم حيهم اهلا وسهلا بنابلس اهل نابلس حبايبنا سوا سوا على فوزي فوزي يسعدوا ركزنا على فوزي على هون حبيبه ها بيطلع له والله بحي علمت الأجلال عاشوا بلدنا عاشوا بلدنا عاشوا عاشوا الكيلانية الكيلانية حبايبنا اوه 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 اوه
مساكم الجميع. والله أوف محلى الخبيز واللوف، محلى خير بلادنا. أنا بموت على هاي الأكلات. أنا اختصاصي خبيزة زعمطوط واللوف والهليون، يعني هاي من خير بلادنا وخير أرضنا الطيبة. وشو بتنبت بتعطينا طاقة ومحبة زائدة لهذه الأرض الطيبة. والله بصراحة بحبها. إذا الليلة عاملين لخبيزة بنوكل أبو النور، ممكن محوسة لوف الهليون. لا اختصاص المصري أبو ضياء الهليون. نعم. طيب احنا يعني ان شاء الله انه حبايبنا ابسطناهم في جميع انواع، ولكن في شيء، مش في شيء، ما لان عندك شيء موجود في جعبتك، لانك انت يعني بدنا نقولها باللغه المحليه زي الديزل بتحمى زياده، كل ما تغني بتحمى. طبعا هذا مثل مش يعني، لا هو عام، ولكن انت كل ما تضرب بتجود، وهذا سبب وجودك ومحبتك للجميع. حبيبي كل احترام لحبايبنا، يعني اهل الاطفال الله يسعدهم، حضور حبايبنا، يعني مشان نكون للحبايب جميعا، هذول بحبونا كثر المحبه مش تلقائيين عليهم. جايين على المحبه. صحيح. نعم صحيح، هاي المحبه الزايده دائما. ابو محمد معك الجمهور، اللي اذا حاب توجه كلمه يعني عامه شامله، نحن يعني بدنا نبسط. وانا خير الكلام ما قل ودل. اكيد انتوا حبايبنا اهلنا اللي بنكبر فيكم، كل التحيه لكم. ان شاء الله سنت خير على الجميع، يا رب سنت خير على الجميع، يا رب سنت خير على الجميع، ويجعل ايامكم كلها سعاده وهنا، مش بس الليله، وكل ليله وكل يوم وكل لحظه. نعم صحيح. والله يا رب يعطيهم ويفرحهم دائما حبايبنا. امين امين. هذا الله يهدي بالنا دائما، بلاش على فلسطين اينما كان. وتحيه لشهدونا خارج الوطن، دائما كل احترام لهم جميعا. كل التحيات لأهلنا، إخواننا، أهلنا في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، لحبايبنا في ألمانيا، وين ما كانوا. نعم. بسمعونا وبيشوفونا، بنودي لهم كل التحيات. في تركيا، ركز على تركيا، كثير بحبهم تركيا. كثير بحبهم تركيا حبايبنا. السورية، سوريا يا قلبي. بس بنروح. يلا يلا سمع السمع حبايبنا، يلا اسمعوا احسنوا الكلاني. عشنا صحبي أنا وهالبير، قدي عشنا صحبي أنا وهالبير، اعتاق اعتاق نحنا من زمان كتير. قدي عشنا صحبي أنا وهالبير، اعتاق نحنا من زمان كتير. اغماء اغماء، وشو في اصرار مطوية بقلوبنا ودموع ومشوي. أنا وهالبير قدي صلي بعرفه شو عمر جيل البيادر، جيل البيادر والولاد الصمر. قدي صلي بعرفوش عمر جيل البيادر
جيل البيادر والولاد الصمر ايام ايام كان الغمر خلف الغمر موسم صبايا وحب وشحاري انا وهلبي يا بير يا بير هل كانت توالفنا بتمرق كأنها ما بتعرفنا يا بير يا بير هل كانت توالفنا بتمرق كأنها ما بتعرفنا يا بير ازرعنا سقينا الزرع وقطفنا بدنا نسرب ما بقى بكير انا وهلبي عوافي يا ابو فارس تعباني كتير دايما بنشوفك حال احفاد البيت خلصت الشغل وما ضل علي ولا شل مرقت شربت وراح ظل الليل بكير يا ابو فارس شو عملنا لا تسالنا اسال راولنا نحكي اشتاق الغنية عالقمرية مدري الليل السهرية وين بدا تصير ليل السهرية عبير الماي وحياة عيونك وفارس بدنا مني وحياة عيونك وفارس بدنا مني انتو عيوني لكن عيفوني خاف المصوني هاي مرتي رح تيجي علي خاف المصوني هاي مرتي رح تيجي علي اهلا يا ابو فارس وحياة ابو فارس اجت ام فارس من قلة بعدك صابي اجت ام فارس من قلة بعدك صابي وحياة عينك بدنا صوت صغير وبس مش رح نطلع حتى نسمع منك صوت صغير وبس مش رح نطلع اسمع لك صوت صغير وقعفوني ضيقتوني كيف بدي غني عاللس مش رح نطلع حتى اسمع لك صوت صغير وبس مش رح نطلع حتى اسمع لك صوت صغير لك عيني المي محبوبي وردها بدو لملم الغرة وردها نسيم الصبح يا ملوح وردها أمانة كلها كيف الحباب يا ابو العتاب العتاب يا ابو عتاب الملالي هاي عبي عبي يا ابو عبي يدخل الرب يا ميمه روحي لون يدخل الرب يا ميمه روحي لون بلكي اجلوا شوي رح يدور الله ولما تأكدوا إن روحي لون قصد صاروا يزيدوا بالعذاب يمين منكم شاف ضعن أحبابنا ويمين منكم شاف ضعن أحبابنا أوه.
قلتلك يا ليلى، قلتلك يا ليلى يا ليلى العمر ماضي. قلتلك يا ليلى العمر ماضي، وعلى عنق جفاكي سيف ماضي. أنا الليلي، أنا الليلي عالوفا والحب ماضي، لبكرة ما عدت أعمل حساب. يا با يا با يا با يا با يا با، أوف 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 يا عيوني أوف. نظري إلى وجه الجميل نعيم، وفراق من أغوى علي 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 عظيم. نظري إلى وجه الجميل نعيم، وفراق من أغوى علي 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 عظيم. نظري 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 إلى وجه الجميل نعيم، وفراق من أغوى علي عظيم. أنا الذي كنت لم أرحم عاشقا، حتى بليت بالعشق فصرت بالعاشقين رحيم. الله 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 الله. بروحي فتاة، بروحي فتاة بالعفاف تجملت، وفي خدها حب من المسك قد نبا. بروحي يا روحي يا روحي، بروحي فتاة بالعفاف تجملت، وفي خدها حب من المسك قد نبا. وقد ضاع رشدي وقد ضاع عقلي، متبدد وأقبلت، ولما طلبت الوصل منها تمنعت، وقالت أما تخشاها وأنت إمام. مقامك يا هذا، مقامك يا هذا مقام مبجل، وفي الدين والدنيا عليك عليك المعول. أتزعم أن الريق، أتزعم أن الريق مني محلل؟ فريقي مدام والمدام والمدام حرام. والمدام حرام. خمرة الحب اسقيها،
هم قلبي تنسينينا خم مرة الحب اسقنيها هم قلبي تنسينينا عيشة لا حب فيها جدول لما أفي جدول لما أفي جدول لما أفي الوجه الصبوحي يا صبوحي الله 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 ربة الوجه الصبوحي We'll be right back.
قولوا شباب نار حبيبي غالي حبيبي أقبل الليل وبجيال المدام أرسل العود غنينا ترنيم الغرام 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 حبيبي أقبل الليل وبجيال المدام أرسل العود ترانيم الغرام 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 حبيبي أقبل الليل وبجيال المدام أرسل العود غنينا غنينا Oh,
كل احترام. يعني ما شاء الله المحبين علي على البث واللي بالحضور هالحب من الله أكبر يعني نعمة فضل رب العالمين محبة الناس العفوية بالطيبة. أنا بقول للشباب وللحضور وللمشاهدين أنا بكبر فيكم. نعم كل احترام. أنا بكبر في حبايبي والله. فكل الله يكثر حبايبك دائما. كل التحية لشركة الكرمل للخدمات الأمنية لهم التحية والاحترام. أحلى شباب وأحلى شركة بنحييهم. واحترامه دائما لمطعم وقف شب الصرايا الحضور الطيب لهم التحية والاحترام. دائما يعني معنا موجودين بزيدونا أداء وفن وانطباع وسعادة حضورهم الله يسعدهم الجميع. طبعا دائما تلفزيون الفجر سباق وحاضر في كل شيء في هالوطن عامة وفي الكرم خاصة وضواحيها وأينما يكون حتى بخارج الوطن مع طاقم مع انتماء للتراث. كل احترام لهم الجميع ودائما احترام الدائم لفنانيننا وحضورنا المحترمين يعني دائما بحلقاتنا الفنية الزجلية التراثية. والليلة يعني أنوه للجميع يعني إنه إحنا الليلة حلقة زجل يعني تاريخها كان 31/12 هي برنامج زجل. إحنا من كل سنة سعيد للجميع إن شاء الله والله يهدي بالنا. يعني سهرتنا سهرة برنامج فني وزجلي واللي بده يسهر إن شاء الله بيسهر والله يسعد أيامهم كلها ويجعلها كلها خير. وتحية دائما يعني لحبيبنا وأخونا رائد المصري أبو ضياء يعني هذا له يعني لا ننسى بالذكر. طبعا وقاص يعني ما بقدرش نتعدى وقاص لأنه وقاص يعني محبتك دائما في القلوب وذكره على ألسنة دائما وقاص يوسف. كل احترام لهم حبايبنا جميعا والشركة الأمنية بنحييهم. وبدنا حسب طلب الشباب والحضور بدهم كوكتيل دحية بدوية دحية بدهم كوكتيل إبداعاتك. هاي إبداعاتك يعني أنت أن أقولها على الملأ يعني يعني مع احترام لكل فنانيننا ومحترمينا الفنانين الزجلين الفنانين والزجلين أحمد كان دائما يعني كل ما يسمع منه من أدائه يؤدى مع باقي حبايبنا الفنانين لأنه يبدع الغناء والكلمة والعزف وهذا شيء كمان بنقوله هاي محبة من الله والله يسعده ويعطيه دائما. حبايبنا طلب كوكتيل دحية دحية اختصاصك هذا كوكتيل كامل يلا بنوصل فوق وبنرجع تحت. بس انا بحب ارفع بصراحه. نرفع يلا قرب قرب يلا شباب بدي اضحكوا حبايبها ارفع ارفع سوا ارفع سوا ها ها اوي ايدك حلله بس الليله بس الليله حلل بس الليلة بس الليلة دحلل ارفع 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 وهت تعليلة شو جميلة شو جميلة هت تعليلة هت تعليلة شو جميلة شو جميلة هت تعليلة ارفع يا عمر واسأل عنا واسأل عنا تغني لك حالب عنا ميل عنا واسأل عنا تغني لك حالب عنا ارفع ارفع وقوم ودحي يلا ندحي عالدحية يلا صحي قوم ودحي يلا ندحي عالدحية يلا صحي دحي هلا وهلا يا ميت هلا هلا وهلا ويا ميت هلا يا ابو العيون انت هلا 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 هلا
لباني زيت الاجاوي والليل يعيد الف هلا وعمر عيونهم كحالا هلا 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 ابراهيم للي وصل يحلى الزجل حيي السلالم هلا الحلوة عيونا متاع هلا 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 شباب عاشو شباب عاشو ما شاء الله كله بدح يابا هب يا معلم يا ابن الغرة والشالة غزالة طارت غزالة هلا هلا يا ابن الغرة والشالة غزالة طارت غزالة شباب سوير يا ابو شباب سوير حبايبي الجميع ربك يا تكرم ما راسي بالسرايا او بالعيرس بدي احيي نور شامل يلعن بي الطفر اجوا ادفع ارفع تحياتي له العديل والله انك اصيل وشباب نور شمس فردا فردا دول كرم وقلقيلي بحييها ها احيي للقلقيلية له الحبل عيني شعربية وين شعربية وين يا عم وين نور شمس ايوه ارفع 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 ام الشباب حبلي 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 على حفلوية سال العوض وقطع ارفع اسمع لو زغرت
شاكرا شبابك يا فلسطين ما بتكل وما بتلين والاحبابي يا الوصلوا هين ودي سلام وتحية احلى فيروز قدر شمس حوالي وشمس وين شمس وين عطي وين عطي وين الشعبي وين فوتبول بدلو ملك الزجل يا ابو النور بدي اهدي لك احلى زهور وتحيي كل الحضور شو حلوة هالسهرية هلا بالصبر يا ابو جراح حبايبنا يا كباح ايش يا كبيرة يا ابو يويا انت زي القمر زي القمر زي القمر القمر زيك وهي نور طلع الروفر طلع وعليها الخامس مية طلع الروفر طلع وعليها الخامس مية واحنا شبابك فلسطين الواحد ينعتب بيا فوز يا سيد انت سيد والله فعلا اجوي اسامك الى حبيب قلبي ولعت حبيب قلبي طلعت الروبر طلع وعليها الكلاشينكو طلعت الروبر طلع وعليها الكلاشينكو شبابك يا فلسطين نشامة ما بتعرف معلوم والله معلوم احنا مخيمات فلسطين بحييهم جميعا انا بحييهم يا بديل يا بديل كل الحضور كل الشباب وطلت الروفر طلع عليها الام 16 طلت الروفر طلع عليها الام 16 واحنا رجال فلسطين لا للموت ما انهبش احلى فرقة عائدون للدبكة الشعبية والصبر وحلاوة هون شفتوا كبيرة أيوة. وطلعت الروفر طلق عليها الانسكستين طلعت الروفر طلق عليها الانسكستين شبابك يا فلسطين الواحد ينعد بميتين ابو لمون لعبيد ابو عبيد خالد قدر ابو لمون لعبيد ابو عبيد ومحاول لمجدي لابو ليمون غنى عن نغم الحسون تهتيلو احلى الفنون لابو عميد التحية هلا بالاخ ابو عبيد لك انا بحيي عدل وشعوي بحييها حبايبنا نورين الشباب دول كرم وقلتيني بحيهم كلهم حبايبنا احلى الشغل واحلى نديم يا شيخ علي يا غالي هذول احلى فرقة عائدون رام الله بحييها والمالية مكتوب على سيوفينا ويا هلا بضيوفينا مكتوب على سيوفينا ويا هلا بضيوفينا ها 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 ها
العصري يا ابو علاء الجراد يا مرتب اسمك خالد الجيلاني ولا خالد المصري ايوه احلى وقاص مصري بحييه وقاص المصري بحييه مكتوب على حيطان البيت هلا بالضيف ويا من جيت مكتوب على حيطان البيت هلا بالضيف ويا من جيت ها 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 نرجس اهل نرجس حبايبنا اهل نرجس هيا ابراهيم ابراهيم يلا اللي لا 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 شو جميلة يلا نرقص سمعنا كف بس المبسوط ايوه هالليلة ليلتنا دا تكمل فرحتنا معاكم سهرتنا حلوي هالتعليلة ليلة 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 شو جميلة يلا نغني نغني ليلي جنة جنة يضل قريب مني يا معنا الكحيلة ليلة 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 شو جميلة مازن يا بلا يا عمر يا بني فلسطينية انتي احلى بنية يا راحة وعيني يا اما الجديلة ليلة 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 شو جميلة ولا يهمك ابو ضياء اسمع يلا يلا سوا كفر 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 حامي وين اوي الله يسعدهم
اللي الاحسن ما تجيشي علم الضحكاية وعيشي احسن ما تجيشي غيرك في الدنيا مليشي حبك في القلب تملي كل شغلة لحبايبنا كول كول إذا بتسمح لي بتسمح لي؟ طبعا كول حبيبي للي حابين يسهروا طبعا التلفزيون راح يخلص شغله بعد شوية صغيرة واللي بحب يسهر أهلا وسهلا إحنا موجودين إن شاء الله بنكمل سهرتنا مع حبايبنا بس الحقة يعني معادها خلينا نقول انتهى مزبوط بس أغنية وداعية أغنية يعني بالنهاية على راسي على راسي إن شاء الله في أغنية وداعية بس حبيت ألفت انتباه حبايبنا لأنه أنت على الهواء ممنوع تدخن تعرف احنا دخلنا انا واسامة يعني الحضور الطيب هو الاكسجين تبعنا اكسجيننا هو ابداعنا الحضور الطيب الرائع بسماتهم الحلوه شبابنا حبايبنا الشباب والعائلات كل حضور يعني احمد كيلان ابو محمد يعني أي شيء بغني يبدع به نقدم لأخونا أبو محمد الكيكة الله يسلم هاليدين أسامة معنا موجود السرايا بدي أحييهم والتلفزيون الفجر بدي أحييهم على هالهدية المتواضعة بشكرهم كل التحية لهم هذا يعني أقل شيء هذا لحبايبنا وطبعا يعني هذا الشيء محبة الناس والله قيمتها كبيرة يا أخوي أبو النور هاي طبعا هاي المحبة اللي لك يعني حبايبنا إذا بتسمحوا سمعونا كف إذا بتسمحوا سمعونا كف للطاقم السرايا ولتلفزيون الفجر أمارس الجميع سمعنا كف أوه. طبعا بنشكر يعني أحلى بنجور أحلى بنجور نعم نعم صحيح أوه. طيب يعني الكيكة بدها أغنية مش شرط ل عيد ميلاد نسمع أغنية قبل نهاية البرنامج مشان نتشكر حضورنا ونتشكر اللي يعني خلينا نشكر اللي دائم معنا على البث بالشراكة بتكون أنت مجهز لنا دائما جاهز أنت دائما أغنية حلوة في نهاية البرنامج وكما نوه يعني أخينا أبو محمد أحمد كيلاني يعني في إمكانية بعد ما ننهي برنامجنا وحلقتنا حضوركم ظل موجود أهلا وسهلا بكم بأغاني بطرب كمان معنا فنان إياد العمر بكون موجود يعني كل احترام لإله حبيبنا أبو وديع بنحييه نعم وبنحيي حبيبي حبيب قلبي حبيب عمري الفنان نور الكيلاني أحلى تحية لنور نور أحمد كيلاني موجود ولا الله يخلي نور أبو نور تعال يا نور تعال نور تعال نور تعال نور تعال نور أحلى نور كالتاني عفوا كيلاني حبيب قلبي حبيبي تعال هون تعال هون الله يخلي بي وعمه وسيده وعمامه كلهم طيب بدنا تشكر أنا اللي دائما معنا بالشراقة في البث فضائية النجاح رايا أف أم حياة أف أم راديو بيت لحم 2000 صفحة رام الله ميكس صفحة مدينة نابلس صفحة مدينة الكريم بلدنا صفحة بحبك يا عتيل صفحة إذاعة عنبتة صفحة كرمول صفحة تسجيات الغزلين تسجيات حرز الله تسجيات ماستر كاسيت تسجيات الهيبة تسجيات الزغلول تسجيلات الأمير تسجيلات الزعيم تسجيلات روزانا وتسجيلات روتانا روزانا وروتانا طبعا تسجيلاتهم تسجيلات مزمار مخيم تركرم ميكس تركرم الأخبارية آخر إحداث قفين وسيما كوم للكمبيوتر كلهم بنحييهم وبنحيي حضوركم الطيب وأحلى فنان يا نور أحمد كيلاني حبيبي الله يسعدك تطلع مغني لا خليه يتعلم علم لي يا أخي تعلم يعني هوايتك تغني عندك الخام يعني الجينات يلا نسمع أنت معلم من المعلم نور يلا معلم معلمين اثنين يلا ما
بنكون في نهاية برنامجنا مع نور أحمد كيلاني. سمعونا كيف أحمد دنور. وقف نور وقف. يلا يلا. هذا ابن حبيبنا الغالي أحمد كيلاني. نور الله يسعده ونور عليه. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت 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 معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم خلك ما يفهم يجي له يوم ويندم اللي خلك ما يفهم يجي له يوم ويندم ما تسرع اللي يزرعك انت معلم ما تسرع اللي يزرعك انت معلم انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نبغى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نطير انت بالعالي وما نوصل لك يا غالي واللي خلك ما يفهم يجي له يوم ويندم واللي خلك ما يفهم يجي له يوم ويندم ما تسمع اللي يخدعك انت معلم لا ما تسمع اللي يخدعك انت معلم انت معلم تعرف نبض الحرارة نظرات الإشارة تعرف نبض الحرارة انت بالحب عبارة خلينا نقول انت بالحب عبارة خلينا نقول حيارة واللي خلك ما يفهم يجي له يوم ويندم واللي خلك ما يفهم يجي له يوم ويندم ما تسمع اللي يخدعك انت معلم لا انت 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 معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نتكلم إذا مش هو الأغاني هيك لو هو الأغاني يعني لو أنا أصير مغني ما شاء الله هو بيمثل حاليا إنه هيك يعني سكتشات تمثيلية حلو موجود على اليوتيوب المشاكس نور المشاكس نور الكيلاني مشاكس هو عنده جينات فنية واضحة يعني الجينات تتحركت عنده على كل حال يعني يا حبايبنا الحضور الطيب نشكر حضوركم وحسن استماعكم حضوركم الرائع لكم منا كل احترام من طاقم وإدارة سرايا نحييكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم دائما معنا حضوركم يسعدنا وحضوركم يسعدنا ويبدع فناننا دائما وضيف حلقتنا أو الحاضر معنا كل التحية والاحترام للي كانوا معنا
بالتسجيلات والشراكة في البث. نحيي الشعب الفلسطيني أينما كان في الوطن وخارج الوطن في أوروبا والدول العربية، نحييكم وإن شاء الله دائما معكم ببرنامج زجل غنائي وفني تراثي فلسطيني. نستضيف ونستقبل الفنان والشاعر والمغني والمطرب، لكم منا كل احترام ودائما على الدوام إن شاء الله معكم. من طاقم السرايا لكم التحية، تلفزيون فجر جديد، مني حسن كتاني معد ومقدم البرنامج، أشكر حسن استماعكم ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفنان اياد العمر ابو وديع، اهلا وسهلا في الحضور. استراحه 5 دقائق وراح ندعو حبيبنا ابو وديع، وان شاء الله الليله حلوه.